تقول السائلة: هل من الضروري عندما تؤدي العمرة أن تصلي الجمعة في مكة وجمعة أخرى في المدينة المنورة؟ لا، ما هو من الضروري، هذا ما هو من الضروري، إن تيسر ففيه أجر وفيه فضل، وإن لم يتيسر فتكفي العمرة والحمد لله. نعم. امرأة تحضر شهريا مع زوجها إلى مكة المكرمة مرتين لأن الزوج صاحب حملات نقل للحجاج والمعتمرين، وفي ذات مرة أتتها الدورة الشهرية وهي في الطريق إلى مكة ولم تحرم عند مرورها الميقات ولم تعتمر، هل عليها شيء؟ لا، ما عليها شيء، ما يلزمها أنها تعتمر، حتى لو ما هي بحائض، لو ما حاضت ما يلزمها الاعتمار، إن أرادت الأجر والثواب وهي على فهي تحرم، وإن ما أرادت ذلك فلا يلزمها أنها تحرم. نعم.